ومن تفكيركم هذه الحرب احتويناها في بدايتها ولم تدم لأكثر من نصف ساعة، ما خلفتش لنا ضحايا في الأرواح ولا في الأخلاق ولا حتى في وحدة الصف. خسائرها المادية حصرناها ليلتها في 4000 ولا 5000 درهم مغربي، أي ما يعادل ثمن 20 ولا 30 طبسيل من الصين في الجيد على حسب التسعيرة ديال درب عمار، عكس الحرب الضاروس والطاحنة التي تدور رحاها يوميا بين مكونات أغلبيتكم الحكومية والتي فاقت خسائرها كل تصور. نعم غد مظلم، ملايير الدراهم اللي مطلوب من المغاربة اليوم أديوها نيابة عنكم وسدادا عن أخطائكم وعن هفواتكم. أعطاب تفاقمت وتراكمت، احتقان ملتهب وقودو الحرمان، الإقصاء، تهميش سيد رئيس الحكومة، احتجاجات وحركات احتجاجية مستمرة في الزمان والمكان لا تنقطع ليل نهار. وتكلم عن الشرائح المعنية بهذه الاحتجاجات السير البار سيد رئيس الحكومة المحترم، اليوم غادي نرجع النقاش إلى إطاره الطبيعي سياقا ومتنا. نعم ونبدأ بالابتسامة ديالك السيد رئيس الحكومة اللي كنشوفها دابا مرسومه علي محياكم والتي لم تفارق هذا المحيا طوال ساعات عرضكم في مجلس النواب. واش كتظنوا بان هذه الابتسامه وحده كافيه باش تبعث الامل في نفوس المغاربه وتخليهم يثقوا بكلامكم؟ ثقوا بي السيد رئيس الحكومه، الابتسامه لن تبدد ضياجر الياس وسواد الوجوه المربده للمغاربه. ثق بي السيد رئيس، لن تلهب حماس الشعب المغربي كي يركب قواه وكي يبتدع قدرا جديدا ينتفض ويتمرد على ما فرضتموه عليه من واقع. هذه الابتسامة وهذه القفشات وحتى الروح المرحة للرئيس وللحكومة لن تسعفكم ولن تغني عن إرادة الفعل التي تنقصكم ولن تعوض وضوح الوعي البعيد عن إدراككم السيد رئيس الحكومة. وأنا أقسم لكم بأغلاد الأيمان في هذا النهار الكبير عند الله سبحانه وتعالى، والله وبالله والله لن يركب الأمل إرادة هذه الأمة ولو ابتسمتم لهم طيلة أيام الأسبوع وطيلة أيام الشهر وطيلة أيام السنة. المغاربة محتاجين اليوم رجة قوية، يحتاجون إلى نفس إصلاحي طويل، إلى تحول إصلاحي حقيقي مثمر يلمسون نتائجه في كل مناحي الحياة. والتعليم، صحيح التعليم اليوم السيد رئيس الحكومة المحترم عانق الرقم 50 مليار كميزانية، ولكن ماذا يعني هذا الرقم؟ أو ماذا يمثل هذا الرقم مقارنة مع الميزانية العامة للدولة؟ وماذا يمثل بالنسبة للناتج الداخلي الخام؟ هذه الميزانية ديال القطاع الحساس والكبير واللي مبني عليه الحاضر والمستقبل ديال البلاد لم تتعدى 4.2% من الناتج الداخلي الخام مع احتساب التكوين المهني، مقارنة ب 5.4% اللي سجلتها حكومة جلالة الملك التي قادها حزب الاستقلال، 5.4 دون احتساب التكوين المهني. ملي كنفيقوا الصباح وحنا نسمعوا عن التعليم واهميه التعليم واصلاح التعليم، عن اي تعليم تتحدثون وجيوش المعطلين من حامل الشواهد يجوبون الشوارع بالليل وبالنهار، هم اليوم قاب قوسين او ادنى من انهيار او الانفجار، وفي كلتا الحالتين هذا في خطر على البلاد. ينضافون كمعطلين جدد الى 2,700,000 شاب وشابه في سن الحلم تتراوح اعمارهم بين 15 و29 سنه، ما قراوا ما تكونوا ما كيشتغلوا، براميل بارود حقيقيه واحزمه ناسفه تجوب الشوارع كما قلت. نسبه الهدر المدرسي فات 400,000 حاله سنويا، وكذلك معدل التكرار السنوي 67,000 حاله سنويا. الاميه وباء سكن القلوب والعقول وساد وشمل سواد اعظم من المغاربه. متوسط عدد سنوات الدراسة ما كيتجاوز بلادنا 4.4، في حين أن المتوسط العالمي راه فاق لهم 7.7. الجامعة غنستعمل واحد الإدماج دارج اسمحوا لي، جامعتنا المغربية حشمة بالوراق، لا زالت قابعة هذه السنين في مستويات متدنية في مختلف التصنيفات الدولية. اليوم السيد رئيس الحكومة المحترم، التخبط في المناهج وفي البرامج أفقد العملية التربوية والتعليمية المعنى ديالها، وأفقدها هويتها وهويتها وهويتها. اليوم خلقت واحد الشرخ، افتعلت واحد الشرخ صادم بين لغات الدولة الرسمية وبين اللغات الأجنبية. ندعو على الصحة السيد رئيس الحكومة المحترم، يصعب اختزال آلام ومعاناة المغاربة في عبارة، ولكن لو أتيح لي ذلك لقلت بأن ملك الموت هو السيد الموقف. هو أنشط منكم وأنشط من حكومتكم وأخفوها حركة. الآلاف والمئات اليوم يموتون بدون ذنب وبدون خيار، أم أنه ذنبكم وخياركم؟ يطلبون السرير في المستشفى فلا يجدونه، يطلبون الدواء فلا يجدونه، يطلبون الرعاية فلا يجدون إلا الإهمال والتعامل الحاط من الكرم السيد رئيس الحكومة المحترم. تشغيل، تكلموا على التشغيل. أين نحن من وعودكم بتخفيض معدل البطالة
إلى 8.5%. خلوني نقول لكم بكل صدق وبعيدا عن أي خلفية يمكن أن تحرك لساني، لقد أخلفتم موعدكم مع الله سبحانه وتعالى.